تعرف ايه عن بنك التعمير والاسكان؟ طب اقول لك فين؟ اللي في المهندسين اسكان وتعمير ولا تعمير واسكان؟ هو كويس بنين اصلا مارينا بيدي خروج مش ده اللي بيدي شقق؟ دي اغلب الناس واغلب الشباب بيتعاملوا معاه على اساس جزء بتاع الاسكان. ناس كتير فاكره ان بنك التعمير والاسكان للتعمير والاسكان وبس، وناسين اننا في الاصل بنك متكامل، يعني حسابات شخصيه، بطاقات ائتمان، تمويل مشروعات صغيره ومتوسطه، وتمويل شركات، وخدمات تانيه كتير. بنك التعمير والاسكان بنك كبير والاول في التعمير.